ماشي غير الناس ديال الخريف قال لي اللي كاعين من النزول ديال الفريق يعني الاوسيكا عندها جمهور كبير خارج المغرب وداخل المغرب، كاين الناس في كازا كيبغوا الاوسيكا. انا دابا بحكم كنت معمر كازا بزاف عارفين الحلومي عارفين الحبابي في داديات يعني واحد الاسماء اللي دازوا وجدودنا ووالدينا وكاملين يعني كانوا يتصنتوا الراديو خارج تصنت الراديو باك تصنت الراديو التيران كيكون عامر. مش كنشوفوا بان طاحت ماشي الهبوط ماشي عيب بصراحة، الهبوط ماشي عيب، هو درس خصو تستافد منه الفرقة ان شاء الله في القسم الثاني. ولكن الديفو اللي كاين هو تنظموا ديال المكتب يعني خصو راجع الاوراق ديالو، مثلا ماشي شخص ولا شخص المنظومه السياسه اللي خدامين بها، ما كنمشيش لواحد الشخص نقول له تمام مزيان ولا تمام مزيان، غير المنظومه او السياسه خاصها تبدل. راه ما فيها عيب نمشيو نجيبوا مستشارين اللي عندهم مع هذا، نعطيهم الباكيه كاينه الفلوس كاينه عند لوسيك، نعطيو الباكيه نجيبوا مستشار واحد هكا يهضر، واحد كيعطي الانرجي غير اللعابه. الحمد لله راه الفرقه تمشي لقدام، راه ماشي صعيب. فكنتمنى من الفرقه حتى من اللعابه يعني هذا الشيء ما ياثرش فيهم. جاي الوقت زوينه، الشتا صبات، العام جاي كورونا غتمشي، فجمعوا راسكم الدراري بغينا نطلعوا هذا العام. الجمهور ديال خريبكه غادي يكون صراحه كاعي بزاف، لان فريق اولمبيك خريبكه فريق عريق، فاز بكاس ابطال العرب، فاز بكاس العرش مرتين، بطوله اللعابه اغلبيه اللعابه ديالو كانوا المنتخب دون استثناء نقول لك حبابي حدومي فيداد، يعني اسماء كيعرفوها المغاربه كاملين. الى اننا كنتفاجئ بان الفرقه دابا في الدوزيام سيري وما كاينش نتائج اللي هي، والمسؤوليه كتحمل انا نقول من كتحمل الرئيس والنائب ديالو، هادشي اللي كيقولوا الناس كاملين. علاش؟ لانهم هما ما كيتصرفوا لروسهم كيديروا لروسهم كي يعني. ونزيدك واحد الفكره انهم ماشي الانسان المناسب في المكان المناسب، واحد عندهم هذاك الشيء تاع السياسه وانتخابات، واحد ما عرفت معاش عدو وجاو كي هاد الفرقه ما عرفتش اش بغاو، لا بقاو كره غيهبطوا الفرقه اللوات. وانا فريق راه نتمنوا ان تكاتف الجهود باش ان شاء الله فريق اولمبيك خريبكه يرجع للامجاد ديالو.